بيكم في حلقة جديدة من برنامج حظك اليوم، وهنبتدي مع برج الحمل. مهنيا ما تتهربش من مسؤولياتك ونفذ المطلوب منك بحذافير. عاطفيا بتحاول ترضي الشخص اللي بتحبه بس هو مش مهتم. برج الثور، مهنيا في قضية مهمة جدا هتتبناها في الشغل وهتساعد زمايلك فيها. عاطفيا واجه اللي بتحبه بمشاعرك وما تأجلش الموضوع تاني. برج الجوزاء، مهنيا محتار في قرارات كتير بس لازم تختار بسرعة. عاطفيا ادي الشخص اللي بتحبه وعيلتك وقت اكتر من كده. برج السرطان، مهنيا انطلاقة جديدة وهتروح مكان جديد وهتنجح فيه جدا. اما عاطفيا فياريت تدي الشخص اللي بتحبه شوية خصوصية وما تتدخلش في شغل. برج الاسد، مهنيا الفترة الجاية هيجيلك فلوس من كل المشاريع اللي فاتت. اما عاطفيا فهتتناقش مع الشخص اللي بتحبه في المصاريف اللي ما كانش ليها لازمة في الفترة اللي فاتت. برج العذراء، مهنيا النهاردة يوم هتكون متحمس فيه للشغل جدا وهتعمل حاجات جديدة. عاطفيا بلاش تفتح مواضيع حساسة مع الشخص اللي بتحبه لانه مش مستعد. برج الميزان، مهنيا هتدخل مشروع جديد مستني منه فلوس كتير جدا. عاطفيا ياريت تحافظ على اسرار الشخص اللي بتحبه وما تخيبش ظنه فيك. برج العقرب، مهنيا بلاش تخالف القوانين في الشغل لان ده ممكن يكون سبب في رفضك. اما عاطفيا فبلاش تعاند الشخص اللي بتحبه عشان ما تخسرش ثقته فيك. برج الكوز، مهنيا بلاش تعمل عداوات جديدة في الشغل لان ده مش هيفيدك بحاجة. عاطفيا ياريت تحاول تصبر على الشخص اللي بتحبه شوية لان ظروفه صعبة. برج الجدي، مهنيا احوال الشغل بتتحسن وحاسس بامان الفترة دي. اما عاطفيا فبلاش تبرر اخطاء الشخص اللي بتحبه وحاول تتكلم معاه فيها. برج الدلو، مهنيا جالك عروض مغرية جدا هتحسن وضعك المهني. عاطفيا في شوية امور على المستوى العاطفي هتمشي زي ما انت عارف. برج الحوت، مهنيا جالك فرصة انك تمضي فيها عقد في مكان كويس والفترة طويلة. عاطفيا علاقتك بالشخص اللي بتحبه بترجع لورا وده بسبب قراراتك الفترة اللي فاتت.